في هذا الفيديو غادي نشرح لكم الطريقه ديال الفصاله ديال هاد المنطق كما كتلاحظوا بابسط واسهل طريقه اللي هي سهله للمبتدئين بزاف بزاف عاد. فما تنساوناش من الدعم ديالكم واللي لايك ديالكم وغدا نبداو على بركه الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غادي نوريكم كيفاش اننا نخيطوا منطو سهل بسيط وليني هضره بلا قب، غير كول فيست، شي حاجه زوينه وفي نفس الوقت سهله في الفصاله، ما غادي نحتاجوا لا تبطين ولا جوا ديال الداخل. اول حاجه كناخذ هو العبار ديال الطول، من بعد ما خليت 3 سنتيم اللي غادي نكفها لتحت فخديت في العبار ديالو 125 سنتيم. كنحط واحد العلامه على المقياس ديال الطول اللي غادي نقطع من الثوب، والباقي هو اللي غادي نخرج منه الكميم، وغادي نوريكم كيفاش كنخرج الكميم بطريقه جد سهله وما كنحتاجش فيه الثوب، حيت كنستغل داك اللي كيبقى ليا من جهه ديال التراكيز والفوق وكنكمل به الكميم، بحيث ما كان يعني ما كنحتاجش بزاف ديال الثوب. فغادي نوريكم هادشي تدريجيا. من بعد ما خديت الطول فكناخذ العبار ديال الكتاف اللي هو 20 سنتيم وكنحط عليه واحد العلامه بحال هكا. من بعد كناخذ العبار ديال الكم اللي هو 8 ديال السنتيم، ما غاداش ناخذ مثلا 10 سنتيم ولا 9 سنتيم باش ما يجينيش داك العنق مهريك، حيتاش العنق اللي كنخيط فيه الكول فمن الاحسن يكون مجموع. وكنستعمل بالمسطره باش يجيني العنق دائري، يعني ما تجينيش فيه ديك التقويره غارقه بزاف، وكنسطر بحال هكا بالطباشير. من بعد كنهبط ديك الهبطه ديال 3 ديال السنتيم، الهبطه ديال الكتاف باش ما يبقاوش ليا الكتاف معبنين، حتى هي كنحط عليها واحد العلامه بحال هكا. وكنستعمل بالمسطره باش كناخذ القياس ديالها اللي هي هذه الهبطه ديال الكتاف. ولكن قبل من الهبطه ديال الكتاف عفوا، نقطه هامه، كناخذ على المقاس الاول اللي خديت ديال الكتاف، العبار ديال الكتاف اللي هو 20 سنتيم، عليه بالضبط تناخذ العبار ديال التراكيز اللي هو 26 سنتيم، وكنحط علامه عاد باش كنهبط الهبطه ديال 3 سنتيم اللي هي هذه. ومن بعد ما خديت العبار ديال الصدر اللي هو 28 سنتيم وحطيت علامه كما كتلاحظوا معايا، عاد كناخذ المسطره كنستعمل بها في التقويره ديال حرده الابط او التراكيز بهذا الشكل هذا، كنحطها على الهبطه ديال 3 سنتيم والنهايه ديالها على العبار ديال الصدر، وكنرسم بالطباشير بالستيلو بفوتر باي حاجه عندي باش كناخذ العبار بالضبط. من بعدها كنهبط ب 16 سنتيم، هذا عبار ديال كليانه طويله لكن ربع القد في النحافه، يعني ماشي رقيقه بزاف ماشي غليظه بزاف. 16 سنتيم كنهبط بها باش كناخذ العبار ديال الحزام، اولا كنكون عابره العبار ديال الحزام ديال الكليانه ديالي من عند قنت ديال العنق لحتى الحزام اللي هو 40 باش كناخذ العبار ديال الحزام. يعني هاد جوج عبارات راه يمكن لهم يخرجوا لكم العبار ديال الحزام فين تحطوه بالضبط، يا اما تهبطوا من التراكيز اللي عند الحزام ب 16 سنتيم، ولكن بحال 16 سنتيم يعني ما نقدروش ناخذوه عند الكليانات كاملين غير بالنسبه للكليانات اللي تيكونوا شويه طوالات، حيتاش كاين الكليانات اللي تيكونوا قصارات فكنهبط غير ب 10 سنتيم ب 12 سنتيم ب 13 سنتيم 14 سنتيم، يعني تختلف المقاسات. الا كان هذا المقاس تيجيكم صعيب فمن الاحسن من الاحسن، وانا كنعبر الكليانه ديالي فناخذ العبار من عند العنق لحتى الحزام ديالي، نقدر نحزمها بشي بسنتيم بطريف ديال الثوب باش نعرف الحزام ديالها بالضبط، ونحط العبار ديالي من العنق كما قلت لكم لحتى الحزام ديالها، وكناخذه باش كنومر داك العبار ديال الحزام بالضبط وكنحطو في نفس البلاصه، حيت شحال من مره يعني نقدروا نغلطوا العبار ديال الحزام، نقدروا نحطوه على الجناب والجناب يجيونا هابطين لتحت وكيجينا الضيق، كذلك والمثل بالنسبه للعبار ديال الجناب حتى هو نفس الشيء، نقدر نعبره من الفوق لحتى لتحت، بحال مثلا هذه عندها 78 في الطول حتى عند الجناب، عاد باش ناخذ الجناب اللي هو 30 سنتيم وكنحط عليه علامه. ومن بعد كنربط الكل بمسطره بحال هكا، كنربط جميع النقاط بمسطره بحال هكا، وكنهبط ازير. هنايا عندي الثوب ديال الدان، ثوب عريض فيه 80 سنتيم في العرض، فيه فوق من متر اونص، كنربط الكل بهذا الشكل هذا بالمسطره باش كتجيني ساهله.
ولكن انا كنستعمل واحد القضيه مع الكليانات ديالي ما فيها باس. كاين الكليانات دغيا كتغلط دغيا كتضعف، فديما انا كنخلي واحد سنتيم ونص لداخل. في حاله مثلا الا غلطت تقدر يعني تفرد داك الخيط وكتزيده، حتى كنحط العبارات ديالي بهذه الطريقه هذه عاد تنبدا تقطع. فكنقول مثلا 100 تخميمه ولا ضربه بالمقص. كنصح الناس اللي كيبداو يتعلموا الخياطه حتى يطراسيو عاد باش يقطعوا. فر اللهم طراسي وتغلط وتمسح ولا تقطع. وكنحاول لهذا الثوب ما نضيعوش، ما نخرجش المقص على برا العبار اللي انا لابس، حيت باقي غادي نستعملو في الكمام. كما لاحظتوا معايا هنا، انايا قلت لكم كنخلي واحد سنتيم ونص على برا، يعني ما كندخلهاش في الخياطه، كنخيطها وكنخليها لداخل. يعني بحال هذا بليزير مني كنستعمله مع الكليانات، وصراحه مع الكليانات يعني كيراقوا هادشي اللي كندير ليهم. من بعد عاد نكمل التقطاع. بغيت نرجع لواحد النقطه هامه نشرحها لكم هنايا. هنايا خليت العبار ديال 4 ديال السنتيم، خليتها حيت هذه هي البلاصه اللي غادي تجيني فيها الصداف، غادي نتنيها لداخل بحال هكا وغتجي وحده من وحده على حسب الصداف. هاد العبار تيبقى على برا، علاش؟ حيت كتجي فيه الصداف من بعد راه غادي يجي بحال هكا، يعني غادي يجي قد وقد الظهر. كنرجع بالنسبه للتقطاع ديال العمق الامامي، كنرجع ليه. سبق ليا وقلت لكم بلي العنق الامامي راه ما كنحتاجوش يكون غارق بزاف، اولا يعني بصفه عامه للعنق الامامي ولا الخلفي، خصوصا اللي كنكون نستعمل فيه الكول، فمن الاحسن ما يكونش هابط بزاف باش ما يجينيش مهريك. كنحط فيه 12 ديال السنتيم بحال هكا، كنهبر 12 ديال السنتيم من هذه المنطقه لهنا 12 سنتيم، وكنخلي داك العبار اللي انا باغي نتني على حسب الصداف، ما كندخلوش في العبار. وكنستعن بالمسطره بحال هكا، باش داك الكول لوقت السيده اللي تعقد الصدفه يجيها الكول مجموع على عنقها، ما يجيش داك الكول مهريك، خصوصا مع الكليانات اللي تكون يديروا الزيف فكيواجهوا مشكل في الكول اللي تيكون يعني كبير. فكيف قلت لكم هاد 4 سنتيم يعني غتتنا على برا، فهذا هو العنيق ديالنا كيف لاحظتوا. دابا غادي نرجع باش نكمل التقطاع ديالي، حبيت نرجع لهاد النقطه هذه نشرحها قبل ما ننساها. فغادي نرجع باش نكمل التقطاع ديالي ونرجع عندكم. بعد ما كملت التقطاع ديالي التوب كنشدو كنطويه باش يبقى مسرح، وفي نفس الوقت باش دوك الطروف يبقاو مع بعضياتهم. كنمر دابا باش نخرج الكول والكمام. اش بدير هادشي فانا هنايا كنحاول كيف قلت لكم على التوب باش ما نضيعوش باش نخرج منه الكمام، يعني ما كنستغل جميع الطريفات ديال التوب، انا اصلا يعني ما فيهاش الضياعه. نقاد بالطويه ونرجع عندكم. غنوريكم واحد الطريقه سهله باش كناخذوا العبار ديال التراكيز وكيجيونا يعني مقادين قد قد، يعني بدون نفاق بدون كذوب بل بدون كل مصداقيه، بكل مصداقيه غادي نحطها لكم اللي انا يعني كنخدم بها ما يناهز 16 عام هذه، وصراحه الحمد لله. فاول حاجه في التراكيز، بالنسبه للتراكيز يعني بحال هذه تراكيز يعني مويانين، كيفاش يعني كنحسب هذيك التقويره ديال التراكيز وكتجيني مقاده وكتجيني انيقه، يا في الجلابه يا في قفطان يا في مونطو يا في قميجه يا في بيجامه يا في اي حاجه اللي نتوما باغين تفصلوا. اول حاجه كناخذ العبار،
كملي. كناخذ العبار ديالي، اول حاجه هو انني كنحط واحد 10 سنتيم هنايا الفوق وكنومرها. هاد 10 سنتيم لما نكون كنقطع ما نقص، خاصني نقطعها نيشان، ما نقطعها لا ما نقطعهاش مثلا مايله، وانما نقطعها نيشان. كنرجع للعبار ديال التراكيز، كنحطو بحال هكا بشكل مائي. العبار ديال التراكيز اللي انا سبق لي وحطيته في العبار ديال مون، كنحطه بشكل مائي بحال هكا، وكنحط عليه واحد العلامه. كناخذ هاد المسطره هاج وكنحطها على النقطه اللي حطيت ديال 10 سنتيم، ونربطها بينها وبين العبار الاصلي ديال التراكيز ديالي، باش كتجيني ديك حرده الابط مقوره، يعني كتجيني بحال تقطع ديال الشركات او ديال المعامل بحال هكا. كناخذ العبار ديال الطول ديالكم اللي هو 56 سنتي، وكناخذ العرض ديال راس الكمام اللي هو 13 سنتي. كناخذ داك العبار ديال راس الكم، ما كنساش داك السنتيم ديال الخياطه، انا هنا راني مدخله ديما تنخلي داك السنتيم ديال الخياطه بحسب المقص بحسب السورجي بحسب الخياطه. وكنربط داك العرض ديال راس الكم، كنربط داك العبار ديال راس الكم مع العبار ديال التراكيز بالمسطره بحال هكا، باش كيجيني تقطع نيشان. وهنا خرجت الكمين من البقايا ديال الثوب. دابا كنقطع من بعد، يعني ما بان ليا العبار ديال الكم بلي سليم كنقطع. كيف لاحظتوا معايا من بعد ما قطعتهم، وهاد الطوفه هادو فغادا نخرج منهم الكول والجياب. غادا نرجع للثوب ديال المونطو نوريكم كيفاش كنقطع الجياب، حيتاش ما وريتهمش لكم كيفاش نقطع الجياب وكيفاش نقطع التقطاع ديال اللي كيكون على الصدر، ديك التقطيعه اللي كتعطينا الخصر واحد الجماليه صراحه. كيجي التقطاع ديال الصدر كيجي زوين بزاف، هاد الخياطه اللي كتهبط هنا الوسط. فغادا نوريكم كيفاش كناخذ المقاس ديالها بطريقه جد سهله بسيطه. كنعتذر انني كنطول الفيديوهات، ولكن صراحه راه كتكون معلومه شاده في معلومه. فناخذ مسطره بحال هكا كيف لاحظتوا معايا، كاين اللي كيهبطها من هنا ديك التقطيعه، وكاين اللي كيديرها من هنا، وكاين اللي كيدير من هنا، يعني كل وكيفاش كيهبط التقطيعه ديالو، يعني تختلف الاراء. بالنسبه لي انا بغيت نقطعها على شكل مائل. بغيتها تجي شويه داخله في الظهر وخارجه الجناب. كنطراسي بالمسطره الدوره ديالي كيفاش بغيتها. عاد كناخذ المسطره الكبيره حيتاش بغيتها تكون خارجه الجناب، ما بغيتهاش تهبط نيشان. اللي كتكون خارجه الجناب صراحه كتعطي ديكور، وانا هنايا ما بغيتش نقطعها، بغيت عين طراسي بالمسطره ونخيط من فوق الثوب. كندخل غير شويه ديال الثوب بالماكينه من هنا ما كيضيعش ليا الثوب، وكتجي زوينه صراحه. ونفس الشيء كنديرو للجوايه الاخرين، بغيتها تجيني في الظهر وبغيتها تجيني في الربوع الاماميين. باش كناخذ المقاس ديال الجوايه الاخرين كنكليني بحال هكا بالمقص واحد السنتيم باش ما كيتلفش ليا العبار، وكنكريني حتى لتحت حتى هوايا بنفس الشيء. هذه هي اللي كتشوفوا في القوامج، كتشوفوها في الكشميرات، في المونطوات جدا القوامج جدا، فيعني راها ضروريه ولكن كتجي زوينه. واخا شويه كتكون صعبه في الخياطه لكن صراحه كتجي زوينه، واليوم انا غادي نبسطها لكم. هي البلاصه اللي قطعت فيها داك العبار، وهذه هي البلاصه اللي قطعت فيها العبار. فكنحاول ناخذ العبار بالضبط، كنعاود نجي لهاد الجهه حتى هي بحال هكا،
وكناخذ المسطره ديالي بحال هكا هذا هو الرسم ديالي تبيني من بعد ما خديت نفس العبار للجهه الاخرى انا علاش هنا رسمت جوايه بربعه جوج جوايه عندي في الدار وجوج جوايه عندي لقدام حيت انا راه ما بغيتش نقطعها نقدر نطراسي غير جهه وحده ونكمل عليها بالمقص بحال هكا ولكن انا بغيت نخدمها غير بشكل وهمي غدا لما نبدا نخيط كنشد هاد الثوب بحال هكا كنتنيه لداخل وكنت مغاده بالخياطه بحال قطعته انا ما مقطعاش فهذا هي الظهر ديال الثوب اللي رسمت لكم عليه ديما كنرسمو على ظهر الثوب باش يبقى لنا الوجه ديال الثوب نقي فكيف ما لاحظتوا هذا هو الظهر ديال الثوب فغتجيني خياطه من هذه الجهه وخياطه من هذه الجهه هنايا غتجو يجوني الخياطات قراب لبعضياتهم عند الكتاف حيت كيعطيو ديكور زوين حسن من دوك اللي كيجيو هابطين نيشان وعند الجناب كيجيو خارجين كتبقى الجناب تقريبا شي الجلال شي 5 سنتيم فتيخرجوا كيف ما لاحظتوا وريتكم بالنسبه للعبار ديال الصدر كناخذوه بالضبط عن الحافه ديال التراكيز كناخذوه بالضبط على العبار ديال التراكيز العبار ديال الحزام كيف ما لاحظتوا العبار ديال الجناب وهنايا طراسيت دوك الخياطات اللي باغا ندير وكنتمنى هاد المعلومات يعني تفيدكم دابا غادا نمر للجياب نوجد الطريفات ديال الجياب ونرجع عندكم من بعد ما طراسيت كيف ما قلت لكم فغادا ناخذ العبار ديال الجياب سناخذ فيهم 10 سنتيم وانا صراحه كتجيني المسطره ساهله فكنستعين بها بلا ما كنكثر يعني بالعبارات فكنحطهم فوق من العبار ديال الجناب حيت الا درتهم ثاني لتحت في الجناب لتحت بزاف تيجيو شويه هابطين فانا بغيتهم يكونوا يعني تحت من الحزام وفوق من الجناب والتبطين ديالهم راه غادي يكون فوق الجناب فكنطراسي بالمسطره بحال هكا وكنقطع بالمقص خليت هاد شويه هذا هو اللي غادي نمشي عليه بالماكينه ديال الخياطه باش نكون كنبطن وهذا غادي ناخذ عليه العبار فكنطوي هاد الربوعة بجوج كنزيد عليهم الظهر والكمام وكنحطهم على جنب دابا كنمر باش ناخذ التبطين ديال الجناب انا هنا غادي نبطنو من الثوب ديال اللباس كنستعين يعني بجوج طروفه ديال الثوب في التبطين ديال الجياب واحد غادي نديرو اللباس وواحد غادي نديرو من الثوب ديال المونطو فكنحط التويب ديالي بحال هكا باش ناخذ عليه العبار وكنطراسي باش كناخذ داك التقويره العبار ديالها بالضبط بالنسبه للناس يعني اللي ما كيعرفوش يعبروا اللي كاين ما يعرفوش يقطعوا الجياب بشكل دائري كيمكن ليهم يستعنوا بحال هكا بمسطره هذه راه معروفه لكن كاين الناس اللي ما تيعرفوهاش كنخوي ديك التصويره بحال هكا دابا هذا هو التبطين الاول ديال الجياب كنمر دابا باش كنقطع الجياب الاخرين فكناخذ العبار ديال التبطين بالضبط عبارو بحال هكا لكن غادي يكونوا مختلفين الجهه الاخرى ما غاداش تكون مقوره غتكون عندنا طالعه يعني نيشان بحال هكا ما غاداش نقوروها حيت كنحتاجو غير تقويره واحده التبطين واحد كنحتاجو جوج تبيطنات كيفما قلت لكم الجياب اللي هادو هما انا غادي نوريكم دابا كيفاش كنخدمهم غادي ننزل لكم الليان او عفوا الرابط ديال الفيديو ديال الخياطه بوحدو والفيديو ديال الفصاله بوحدو فهذا هو الجيب كيف لاحظتوا معايا
بالنسبه لهاد التقويره هذه، حيت شحال ديال الناس يعني يجيو إيه غدا دابا يجيني غير الشرح شويه كثير، فتقدر تلخبط عليهم الامور، فحبيت نوضح. بالنسبه لهذا فكنلصقوه في هاد الجهه، يعني كيجي الفوق بحال هكا اللي كتجي فيه التقويره، فكنلصقوه في الثوب الفوقاني. وبالنسبه لهذا اللي سامبل اللي ما درناش فيه التقويره، فهو اللي كيجي لتحت، اللي كيجي باين لينا من الجيب. هذا كيجي لاصق بحال هكا، اما هذا الثوب ديال اللباس فما كيجيش باين، كيجي باين لينا غير الثوب ديال الموند. لكن من الداخل من هنا فكنلقاو واحد اللباس وواحد الثوب ديال الموند، كيجيونا من هنا بجوج. الى هنا سالت التقطع ديالنا، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونكون يعني وصلت لكم الشرح. نقطه هامه بلاتي شويه باقي واحد الكول غنقطع. بالنسبه للكول فغدا ناخذ القياس ديال الثوب 10 سنتيم، وغدا ناخذ في العرض 10 سنتيم، اما في الطول ف 8 سنتيم ديال الظهر الخلفي زائد 12 سنتيم ديال الظهر الامامي اللي هي 20 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه، غتكون عندي 21، وغنزيد سنتيم اضافي اللهم يشيط وينقص، هي 22 سنتيم. وكنقطعها يعني بشكل متساوي 22 سنتيم، كنقطعها بشكل متساوي. انا هنا تاني التوب على 4، هذا غادي يكون غير كل واحد. بالنسبه للناس اللي كيجيهم الكول شويه صعيب فيتابعوا الفيديو ديال الخياطه اللي من بعد ما ندوز ليه ان شاء الله، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كنتمنى نكون قدرت نوصل شي معلومه ليكم، فتبارك الله عليكم. ما تنساوش ديروا لي ابوني بالنسبه للناس الجداد، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا مرحبا بزاف 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 عاد بالتعاليق ديالكم الزوينه، صراحه كتشجعني وكتزيد تشجعني، فكنتمنى يعني انا نكون معكم يعني في حسن الظن. دابا نبداو على بركه الله الخياطه. فكيف ما كتلاحظوا هذا هو الربع الامامي، هذا هو الخط اللي سبق ليا ورسمت. انا كي قلت لكم ما كنقطعوش، وانما غير كندخلو لداخل وكنخيط، كنبقى غادا على الخط بالضبط باش كتجيني ديك الخياطه نيشان. من على برا كتبان كانني كنت كانني يعني مفصلاها مقطعاها، ولكن انا ما تنقطعهاش. ملي كنوصل عند الحزام كندخل واحد السنتيم ونص، كندخلو في العرض لداخل باش كتجيني ديك الحزام مجموعه وكتجيني ديك الايفازي زوينه، ما كنبقاش يعني غادا طالعه نيشان في الخياطه، وانما ملي كنوصل للحزام كندخل واحد السنتيم ونص على حسب يعني على حسب التحزيمه ديال الكليانه، حيتاش كاينين الكليانه اللي كتجي معها الايفازي وكاينين الكليانه ما كتجيش معها الايفازي. كندير ديك الدخله ديال سنتيم ونص بالنسبه للكليانه اللي كتجي الايفازي. من بعد كنبدا نجوي في الجيب، كنبدا بديك الثوب ديال اللباس كيف لاحظتوا كنبطن الجيب، ومن بعد كنتني الثوب لداخل وكنعاود بالخياطه المره الثانيه، وكنحاول نمشي نيشان في الخياطه، وكنعتذر حيتاش الاناره شويه ضعيفه مع سجلت بالليل. من بعد كنجيب داك الطرف اللي ما فيهش التقويره ديال الجيب، هو اللي كنديرو لتحت، وكندور عليه بالخياطه كامل. فهذا كيجي جيب منفصل، يعني ما كيجيش لاصق في الجنب ديال المونطو، كيجي بحال شكل الجيب ديال السراول ديال الفصاله. كنثبتو من جناب، لكن الجنب الاس ديال التحت فما كنثبتوش منه، كنخليه يمشي ويجي داك الجيب، كنخليه منفصل على الخياطه كيف لاحظتوا معايا. ونفس الشيء كنخدم به حتى الجهه الاخرى، الجيب الاخر، وحتى بالنسبه لديك الخياطه ديال الصدر حتى هي كنخدم بها حتى نفس الشيء، كنخدم الجهه الاخرى. كيف ما كتلاحظوا معايا انا هنايا زديت الكتاف وركبت لي حتى الكول، ما كانش عندي الوقت صراحه باش يعني باش نسجل هادشي كامل، حيتاش الكليانه ديالي ضاقات عليا وباتو غدا مسافره لشي بلاصه، فيعني سجلت لكم غير مقتطفات صغيره. والاهم فيها هو كيفاش كنخدم الربوعه، يعني كيفاش كندخل هذيك الخياطه ديال الوسط لداخل، كيفاش كنجوي الجياب. فصراحه هذا هو اهم شيء يعني في المونطو،
من بعد تنزادي الكمام حتى هما. ديما كنبدا الزاديه ديال الكمام من راس الكم لحتى الاسفل ديال الجلابه ولا بيجامه ولا قميجه ولا اي حاجه، كنبدا من الراس ديال الكمام لحتى لتحت. بالنسبه لهذوك الخياطات راني دايرهم في الظهر ودايرهم في الربوع الاماميين، وصراحه كيجيو زوينين، كيجيو انيقين، كيعطيو الديكور للبسه ديالنا. دابا هنايا كملتو بالنسبه للخياطات ديال الجناب. بالنسبه للجياب بقاو ليا غير البيصات ديال الحزام. كناخذ القياس ديال الحزام بالضبط فين كاين، وكنحط هذيك الخريصه اللي بغيت ندير فيها الحزام، كنزقيها بشي دبوس وكنثبتها مزيان بالماكينه. انا هنايا مهبطه شويه الجياب، دايرهم على الجناب بالضبط في الجهه ديال لي هونش. الامر كيبقى اختياري، كاين اللي كيبغي الجياب يعني يكونوا عاليين، كاين اللي كيبغي يكونوا محضورين. كيف لاحظتوا يعني الجيب منفصل، ما كيجيش لاصق في الخياطه. هادو هما الخياطات اللي قلت لكم، هي طريقه سهله بزاف عاد. هذا هو الكول، ما كنت نسجل غير راسي صراحه، مره الكاميرا كتمشي وتجي. الحزام حتى هو يا صايبته ما درت ليها الحزام يعني عريض بزاف، فيه تقريبا شي